تشهد المملكة حربا شرسة على المخدرات، وتعمل الجهات المختصة بكل جهد للحد من انتشارها وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والمقيمين. ووفقا لحساب مكافحة المخدرات على تويتر، فقد تم ضبط أكثر من 200 مروج للمخدرات من جنسيات عدة خلال شهر مايو فقط. تنوعت عمليات الترويج، وذلك بإخفائها في مواد غذائية أو استهلاكية أو طرود عن طريق النقل السريع. وهناك من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لترويج سمومه. أكثر من 20 مليون قرص وحبة من المواد المخدرة المحظورة، منها مادة الميثامفيتامين المخدر والشبو، ومئات الكيلوغرامات من مادة الحشيش ونبات القاتل المخدر، مجموع ما تم ضبطه خلال شهر مايو الماضي. مكافحة المخدرات في المملكة تحظى بالدعم والرعاية الكاملة من القيادة والمجتمع، وتمثل جزءا أساسيا من الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المملكة، التي تواصل جهودها لتحقيق نتائج إيجابية للحد من انتشار المخدرات وتوفير بيئة آمنة للمجتمع. المديرية العامة لمكافحة المخدرات تعمل على تنفيذ الجانب الوقائي، والذي يهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بأخطار المخدرات وتحذيرهم من مغبة الوقوع فيها، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. المملكة تقوم بدور فعال في التوعية بأضرار المخدرات عبر جميع الوسائل وبكل الطرق المتاحة. ضربة تتلوها ضربات، لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات.